بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض المحاضرة رقم 7 في شرح برنامج الأوتوكاد. مطلوب من حضرتك دلوقتي إن احنا نرسم الرسمة دي على الأوتوكاد. هنفتح برنامج الأوتوكاد، ونبدأ نعمل اللاير بتاعتنا من الأيقونة بتاعة اللاير. هنبدأ نعمل لير وليكن اسمها اكسس، اللون احمر، نوع الخط هقوله لود، واختار من هنا نوع الخط اللي هو سنتر 2، وهنختار التخانة بتاعتنا وليكن 3/10. هنعمل لير تانية اسمها سيركل، وليكن اللون بتاعها اصفر، ونوع الخط هرجعه تاني كونتينيوس، والتخانة 3/10. هنعمل لير اسمها بيم، وليكن هديها اللون الأبيض، وليكن أخلي التخانة بتاعتها 4/10. هنعمل لير اسمها كولوم، هديها اللون الأخضر. هنعمل لير اسمها رينفورسمنت، وليكن هديها اللون دوت. هنعمل لير اسمها دايمنشن، وليكن هديها اللون الاصفر. ولما نعوز اي لير نبقى نعملها بعد كده. هجيب اللير اللي اسمها اكسس، وبامر لاين ارسم خط افقي لاي طول، وابدا اعمل له اوفست 2 متر. بعد كده اعمل له اوفست 6 و5 و5.5، اوفست 6 متر، واعمل اسكيب، واجيب اوفست تاني 5 متر، واعمل اسكيب، واجيب اوفست تاني 5.5، واعمل اوفست الاخر 2 متر. بامر لاين ارسم خط راسي وهعمل له اوفست 2 متر. بعد كده اوفست 6 و6 و5، اوفست 6 متر، وادي 6 كمان، وهعمل اسكيب، واجيب الامر تاني اوفست، وادخل مسافة الاوفست 5 متر، وبعدين ادخل مسافة الاوفست 2 متر. طبعا احنا عارفين ان 2 متر دي بنعملها ليه. بأمر اكستند اعلم على الخط ده وادوس انتر، واعلم على الخطوط دي كلها، واعلم على الخطوط دي كلها وادوس اسكيب. بأمر تريم اشيل الزيادات دي كلها، اشيل الزيادات دي كلها، اشيل الزيادات دي كلها، اهي يا باشمهندس، واعلم على الخطوط ديت والخطوط دي والخطوط دي ودي، واعمل ديليت. هجيب اللير اللي اسمها سيركل، وبأمر سيركل أرسم دايرة نص قطرها وليكن 75%، وأدخل من قائمة فورمات تكست ستايل، وأقول نيو، وأسمي الفونت الجديد وليكن إيه، وأختار من هنا الفونت بتاعنا اللي هو إكس أراب اللي هو حرف الشين دوت، وأقول له أبلاي كلوز، وأبدأ أكتب دي تي إنتر كليك. الهايت بتاعنا وليكن هناخده 75%، الزاوية بتاعتنا صفر، واروح كاتب وليكن 1. الواحد ده هروح واخده جوه الدايرة بأمر موف، وبعد كده بأمر كوبي اخد الدايرة الكتابة اللي فيها واحطها هنا وهنا وهنا وهنا. دبل كليك على الواحد اخليه 2، واخلي ده دبل كليك اخليه 3، وده دبل كليك اخليه 4. بأمر كوبي هعلم على الدايرة بالكتابة اللي فيها وامسكها من هنا علشان احطها تحت. بأمر كوبي امسك الدايرة دي من هنا واحط هنا وهنا وهنا وهنا. دبل كليك على الواحد اخليه الف، اخليه ب، اخليه جيم، اخليه دال. وبأمر موف احرك الدال جوه. بأمر موف بأمر موف واظبط الكتابة بتاعتي
بأمر قوي هعلم على كل الكتابة دي كلها بالدوائر بتاعتها، وامسك واحدة منهم من هنا احطها الناحية، تمام. هجيب اللير اللي اسمها بيم، وبأمر ملتي لاين هقول له جي انتر، زد انتر، اس انتر، 25% انتر، وهبدا ارسم سيستم الكاميرات بتاعي طبقا للنظام الانشائي اللي موجود عندنا في اللوحه. اهو هنا وهنا، وده يا جماعه بامر لاين العادي. هرسم خط هنا راسي، وهرسم خط هنا افق ال دي فلات سلاب، وحضرتك شايف كده مش اي كاميرات على الحرف ده ولا اي كاميرات على الحرف ده. وبامر شنفر وعلم على الخط ده، بامر شنفر وعلم على الخط ده والخط ده عشان اشيل الزيادات اللي موجوده. لو انا عايز انضف المالتي لاين دبل كليك على المالتي لاين، واختار من هنا كورنر وعلم على ده وعلم على ده، اجيب اوبن كروس وعلم على ده وعلم على ده، واجيب اوبن تي اهيت واعلم على الويب وبعدين الفلانج، الويب وبعدين الفلانج، الويب وبعدين الفلانج، الويب وبعدين الفلانج. في مشكله؟ تمام. ايه رايكم لو دمرنا المالتي لاين دوت بعد ما رسمناه كله حته واحده، نروح مدمرينه. لو انا عايز اعمل البلكونه اللي هنا، اولا البلكونه دي يا جماعه عرضها متر ونص مثلا، بامر موف سوري بامر اوفست متر ونص، انتر، وعلم على الخط ده وعمل اوفست الناحيه، وبامر شنفر الخط ده مع ده، وامر شنفر ده مع ده، تمام. ده كده بالنسبه لسيستم الكاميرات. على فكره احنا نسينا هنا ننظف الحته دي، عادي جدا بامر تريم، وادوس انتر على الفاضي وعلم الحته دي والحته دي واروح اعمل تريم. خلي بالكم ان التريم دي ما ينفعش تتعمل، وهنا برضو بامر تريم دي ودي اروح شايل الزياده دي، تريم دي ما تنفعش تتعمل الا لو دمرنا المالتي لاين. هجيب اللير اللي اسمها كولوم، وبامر ريكتانجولر هرسم عمود هنا ابعاده 6 من 10 كوما 25%، واعمل له هاتش سوليد، واختار من هنا بيج بوينت واعمل كليك جوه المساحه واقول له اوكي. بعد ما اخلص العمود بتاعي هاخد منه نسخه واعمل لها روتيت بزاويه 90، ونبدا نرص الاعمده بتاعتنا افقي راسي افقي افقي. بامر كوبي هناخد العمود الافقي ده من هنا ونحطه هنا يا باشمهندس، ناخد العمود ده من المنتصف عشان نحطه هنا، هناخد العمود ده ونمسكه من تحت عشان نحطه هنا، وناخد العمود ده ونمسكه من فوق علشان نحطه هنا، تمام. بالنسبه للاعمده اللي تحت راسي افقي راسي افقي، بامر كوبي ناخد العمود الراسي ده نمسكه من هنا نحطه هنا، وناخد العمود ده نمسكه من هنا نحطه هنا، وناخد العمود ده من هنا نحطه هنا، وناخد العمود ده من هنا نحطه هنا، تمام. بالنسبه للاعمده اللي بعد كده افقي في الاخر، نخليها اللي في الاخر الاول، افقي راسي راسي افقي. بص كده بامر موف ناخد نسخه الاعمده دي من هنا نحطها تحت عشان تبقى قريبه. احنا قلنا ايه؟ افقي يبقى هنمسك ده من هنا نحطه هنا، راسي يبقى هنمسك ده من النص عشان نحطه هنا، راسي نمسك ده كده من الحرف ده عشان نحطه هنا، هنمسك ده كده من هنا عشان نمسكه من هنا ونحطه هنا، تمام. بالنسبه للاعمده اللي هنا افقي راسي افقي راسي، بامر كوبي نمسك العمود ده من النص عشان نحطه هنا، ونمسك العمود ده من النص عشان نحطه هنا، اسف بامر موف ممكن نحركه من هنا حتى هنا، بامر كوبي هنمسك العمود ده من هنا نحطه هنا، وبعدين هشد خط من الحته دي كده لهنا، وبامر كوبي هعلم على العمود الراسي ده وامسكه من المنتصف عشان احطه هنا.
تمام؟ ادي الاعمده بتاعتي. لو عايزين نرسم التسليح هجيب اللير اللي اسمها reinforcement وبامر لاين هرسم خط راسي وهرسم خط افقي وبامر اوفست 15% وبامر دي تي انتر كليكت بدايه السطر. الهايت بتاعنا هناخده ربع والزاويه بتاعتنا صفر وابدا اكتب 6 ثلاث مسافات بيرسن تو بيرسن 2 3 2 ثلاث مسافات 10 ثلاث مسافات على مسافتين ميم انتر انتر يروح عامل لنا 6 فاي 10. بامر موف هناخد 6 فاي 10 نحطها هنا بامر كوبي هنعلم على 6 فاي 10 وناخد منها نسخه نعمل لها روتيت ار او انتر وعلم على الكتابه ودوس انتر وامسكها من النص وادخل الزاويه بتاعتي 90. بامر موف هعلم على الكتابه ديت واحطها في المكان المظبوط وبامر سيركل هروح راسم دايره وبامر لاين اوصل بين الاربع تربع بتوع الدايره وامسح الدايره يطلع لنا المعين اللي قدامنا. بامر كوبي من الكتابه اللي موجوده واعدل فيها دبل كليك عليها واخليها 12 يطلع لنا تخانه البلاطه. بامر موف اخد ال 12 احطها جوه المعين وبامر كوبي اعلم على اللي انا عملته ده كله وظبطته واعمل نسخه في الباكيه دي ونسخه في الباكيه دي ونسخه في الباكيه دي ونسخه في الباكيه دي. تمام. لو انا عايز اعمل الـ الشوكه اللي موجوده في البلكونه زي الشكل اللي قدامنا ده كده الشوكه اللي هي موجوده في البلكونه هجيب امر لاين واروح جاي هنا كده وانا مش مشغل اف 8 واعمل التجميشه وبعدين اشغل اف 8 وامشي افقي واطلع لفوق مسافه معينه واروح ماشي. المفروض انها تمتد 1.5 طول الكابولي بالتقريب كده 1.5 طول الكابولي اهيت واروح شايل اف 8 وعامل التجميشه بتاعتي. ادي الشوكه بتاعتي. بامر كوبي هناخد كوبي من ال 6 في 10 نحطها فوق الشوكه وبامر كوبي هناخد نسخه من ال 6 في 10 جنبها ودبل كليك على ال 6 في 10 ديت ونخليها كلمه شوك. بامر لاين ادي التجنيشه بتاعتنا هنشيل اف 8 عشان نعملها وبعدين اشغل اف 8 عشان ارسم الخط الراسي وبعدين اشيل اف 8 عشان اعمل التجنيشه بتاعتي. ده كده الحديد الثانوي. بامر كوبي هناخد نسخه من الكتابه ديت ونحطها هنا بس انا مش عايزها 6 في 10 انا عايزها كام؟ 5 في 10 بسيطه قوي. دبل كليك على الكتابه ديت وهاجي على 6 بدل ما هي 6 خليها كام؟ 5. طيب تخنت البلكونه هناخدها 20 سم تبقى اكتر شويه من بقيه البواكي فهناخد كوبي من المعين بتاعنا بالتخانه اللي فيه واعمل دبل كليك على ال 12 اخليها 20. طيب ده كده بالنسبه لتسليح السوليد سلاب. طب لو انا عايز تسليح الفلات سلاب بامر سيركل هرسم دايره كده تسليح الفلات سلاب اهو شبكه وتخانه 20 سم وبكتب تحتها شبكه علويه سفليه 6 فاي 10. بامر هاتش واختار من هنا شكل الهاتش بتاعي اللي هي الخطوط المتقاطعه اللي عامله زي الشبكه بالمنظر اللي قدام. هو اساسا جاي بزاويه 45. لو انا قلت له بيج بوينت وعملت هنا كليك وقلت له بريفيو هلاحظ ان التسليح مايل بزاويه 45. ليه؟ لان الهاتش اساسا جاي مايل بزاويه 45. لو انا ميلته اكتر بزاويه 45 فيجي لنا افق وراسي بس انا عايز ازود السكيل شويه اخليه مثلا وليكن 1.25. تمام كده. وبامر كوبي اخد نسخه من الكتابه دي هنا وهنا واروح اعمل دبل كليك هنا واروح كاتب كلمه شبكه علويه وسفليه. يعني افهم من كده ان انا ممكن ابطل كتابه خالص والكتابه اللي انا كنت عاملها قبل كده ممكن اعمل عليها دبل كليك واعدل فيها. طب لو الهي ديت مش مظبوطه دبل كليك وادور على هي فين هلاقيها حرف الاي دوت. تمام. اروح مسحه وعامل شيفت الاي يطلع لنا الهي اللي انا عايزها. تخانه البلاطه 20 سم فهاخد كوبي من التخانه ديت كده واعمل عليها دبل كليك وخليها 20 سم. ده كده بالنسبه لتسليح البلاطه اللي موجوده قدامنا واللي موجوده في اللوحه. بس انا عايز احط الدايمنشن. بسيط. هندخل من اولا نجيب اللير اللي اسمها دايمنشن. ثانيا قبل ما نعمل الدايمنشن نعدل في الفورمات بتاعتها من قائمه فورمات دايمنشن ستايل
وادخل من قائمة موديفاي هلعب في اربع حاجات لاين ارو تكست بريمري يونت. اللاينز بختار اللون اللي عجبنا وليكن اللبني او الاخضر مش فيها مشكلة. بشيل الاكستنشن لاين، الاكستنشن لاين الاولاني والاكستنشن لاين التاني. الارو شكل الاسهم هنختار اوبليك. التكست الكتابة بتاعتنا اللي هي العربي اللي احنا عرفناه، والهايت بتاعنا وليكن هناخده 3/10 ونخليها اونلاين موازية لخط الدايمنشن. بريمري يونت كام رقم؟ 10 رقمين عشريين، واقول له اوكي كلوز. من قيمة دايمنشن لينير واقيس المسافة من هنا لهنا يطلع لنا خط الدايمنشن بتاعنا. على فكرة ممكن اقول له دايمنشن كونتينيو يروح مكمل لنا بعد خط الدايمنشن اللي انا عملته، في اي مشاكل؟ طيب ممكن من قيمة دايمنشن لينير واقيس المسافة من هنا لهنا وادخل من قائمة دايمنشن واقول له كونتينيو، يبقى اللي بعدها يبقى اللي بعدها على طول. لو انا دخلت من قائمة دايمنشن لينير وقست المسافة من هنا لهنا وقست المسافة من هنا لهنا يظهر لنا الدايمنشن بتاعتنا على اللوحة. كل ده كلام كويس وزي الفل. لو انا بقى عايز اكمل بقية اللوحة دي احط الملاحظات اللي في الجنب واحط جدول للملاحظات واحط برواز للوحة، الكلام ده بسيط جدا ممكن ناخده من مشروع جاهز وموجود قبل كده. يعني حضرتك كده يا فندم لو فتحنا حاجة اسمها اوتوكاد كوليكشن هنلاقي جواه ملف اسمه نوتس، دبل كليك كده على النوتس هنكتشف ان احنا عندنا لوحة فيها معظم الملاحظات بتاعتنا، بدل ما نقعد نكتبها في ملاحظات خاصة بالاساسات ملاحظات خاصة بالبلاطات والكاميرات، هي دي. هعلم عليها كده يا جماعة واقول له ايديت كوبي واروح للملف الثاني عن طريق ويندو الملف الثاني اهو واقول له ايديت ايه بيست، يروح جاب لنا الملاحظات اهي. تمام. ممكن اجيب البرواز، في برواز جاهز في النوتس. على فكره يا جماعه لو حبيت اتنقل من ملف لملف عن طريق قائمه ويندو، انا كده فاتح ملفين اروح للنوتس بعلم على الحاجه اللي انا عايزها. يعني انا عايز اخد مثلا الملف ده اللي هو البرواز ده اعلم عليه واقول له ايديت كوبي واروح للملف الثاني واقول له ايديت بيست، يروح جاب لنا البرواز بتاعنا حاطط اللوحه جوه. تمام. الملاحظات ديت ممكن اخدها بامر موف من هنا واحطها في المكان المظبوط بتاعها وليكن. تمام. ممكن بامر موف احركها شويه اهوت، بامر موف تاني احركها اكتر عشان تيجي في المكان المظبوط. تمام كده. يبقى معنى ذلك انا ما بكتبش الملاحظات ديت من اول وجديد، ولكن باخدها من ملف موجود قبل كده واعمل بيها الملف الجديد. طيب ايه راي حضراتكم لو انا جيت على الرسمه ديت كده ورحت جاي طافي اللير بتاعه البيم واللير بتاعه التسليح، يظهر لنا لوحه المحاور والعمدان. بامر كوبي هناخد نسخه من الشكل اللي قدامنا ده كده ونعمل منه نسخة على جنب. أنا عايز أرسم اللوحة دي اللي هي لوحة تأكيس العمدان. بصوا حضراتكم كده اللوحة اللي هي دي. اللوحة ديت كل عمود بنأكسه بالنسبة للمحور الرأسي وبالنسبة للمحور الأفقي ونكتب عليه النموذج بتاعه. تمام. حضرتك يا باشمهندس لو أنا جبت اللير اللي اسمها دايمنشن من قائمة دايمنشن لينير قست المسافة من هنا لهنا ودوست انتر على الفاضي وقست المسافه من هنا لهنا، المفروض المسافه دي مش 13 سم، المفروض المسافه ديت نص عرض الكاميرا. بصوا كده لو ظهرنا الكاميرات تاني المفروض ان المسافه ديت نص عرض الكاميرا اللي هو نص ال 25 يبقى 12 سم ونص. طب ليه معموله 13 سم؟ لان احنا مقربين لرقمين 20. طب انا عايز اخلي ثلاث ارقام. لو دخلت من قائمه فورمات تكست دايمنشن ستايل موديفاي وعدلت في البريمير يونت ثلاث ارقام، للاسف الشديد الكلام ده هينطبق على كل الدايمنشن اللي في اللوحه، ولكن اللي انا عايزه للدايمنشن دي بس. فبعمل عليها دبل كليك واجي هنا اقفل الجنرال واقفل دي واقفل اللاين اند ارو واقفل التكست واقفل الفيت البريمير يونت، اكبر كده اللي بتاع ديت بالسهم ده كده وهاجي في البرسيشن بدل ما هما رقمين 20 اخليهم كام؟ 3. اكتشف ان الدايمنشن دي بس اللي بقى ثلاث ارقام عشان بقيه الدايمنشن زي ما هي. هعلم على الدايمنشن اللي انا ظبطتها ديت واجيب من هنا الفرشه ماتش بروبرتيز واعلم على الدايمنشن دي يروح مخلي لنا ديت زي دي. نقول تاني لو انا يا جماعه دخلت من قائمه دايمنشن لينير ورحت قايس المسافه من هنا لهنا
ورحت دايس انتر على الفاضي، قايس المسافة من هنا لهنا. انا عايز اخلي دي 3 ارقام عشرية، دبل كليك عليها وهاجي هنا على حاجة اسمها البريمر يونت واخلي دي 3 ارقام عشرية. اي تعديل بيحصل هنا مش هيحصل الا على خط الدايمنشن اللي انا عملت عليه دبل كليك، وبعدين اعلم عليه اللي انا عايز اعمل زيه واجيب الفرشة واعلم على اللي انا عايزه يتعمل، يروح مخلينا ده زي ده. ممكن ننفذ الكلام ده، قايمة دايمنشن لينير واقيس المسافة من هنا لهنا واقيس المسافة من هنا لهنا، اهو اقيس المسافة من هنا لهنا واقيس المسافة من هنا لهنا. وبعد كده بعد ما اخلص خالص اعلم على واحد من دول واجيب الفرشة واعلم على الباقي، الاقي الباقي بقى زي ده بالظبط يا باشمهندس. واروح كاتب على كل عمود دي تي انتر كليك، وليكن هنعمل لير جديدة اسمها كولوم تكست، وليكن هديها اللون اللبني، واجيب من هنا اللير اللي اسمها كولوم تكست، وبامر دي تي انتر كليك الهايت بتاعنا ربع زي ما بتعتزف. نروح كاتب يا جماعة عين واحد، لو الواحد مش عاجبني بالمنظر ده هروح مسحه واروح عامل عين بس، وبامر كوبي اخد نسخة من العين ودبل كليك عليها وخليها واحد، واروح منزل الواحد بخليه جنب العين زي ما انا عايز بالظبط، وبامر مو ادي عين واحد، بامر كوبي ممكن احط هنا وهنا وهنا. طب لو انا عايز اعمل كذا نموذج مش عين واحدة، عين واحد وعين اثنين وعين ثلاثة، هاجي دبل كليك على الواحد واخليه اثنين، دبل كليك على الواحد واخليه ثلاثة، دبل كليك على الواحد واخليه اثنين وهكذا. تمام؟ ده لو انا عايز اكتب رقم او قطاع العمود. طب العمود ده مثلا 25 في 60، احنا اتعلمنا ازاي نرسم قطاعات العمدان قبل كده، ممكن نجيبها من مشروع جاهز. يعني احنا لو رحنا للملف اللي اسمه نوتس هنلاقي هنا مكتبة عمدان كتير قوي. هدور هنا على العمود اللي هو 30 في 60، فين العمود 30 في 60؟ اهوت ادي عمود 30 في 60، هعلم عليه واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت بيست، يروح جاي لنا العمود اللي هو 30 في 60. طب لو انا عايز عمود 30 في 50، اروح للملف بتاعي وادور على عمود 30 في 50 اهوت، اعلم عليه واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت يا جماعه بيست. يبقى معنى ذلك، وعلى فكره انا ممكن اعدل هنا، يعني مثلا افرض ان العمود بتاعنا ده مش اسمه ان واحد ان اثنين ان واحد، دبل كليك على الاثنين اخليها واحد معايا. افرض ان التسليح بتاعنا هنا مش 8 في 16، 8 في 12، ادوس دبل كليك على ال 16 واخليها 12. يبقى معنى ذلك انا ممكن اعدل واجيب القطاعات جاهزه. تمام. وممكن اجيب قطاعات دائريه، في قطاعات دائريه هنا جاهزه. لو انا عايز عمود قطر 30 سم قطر 40 سم بعلم عليه واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت ايه بيست. طب لو عايز اجيب الملاحظات بتاعت اللي في الجنب من قائمه ويندو، ادي ملاحظاتها اهي يا جماعه خاصه بالاعمده اهي، هعلم عليها واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت يا جماعه بيست، يروح جاب لنا الملاحظات بتاعتنا. ده مش كده وبس، ده انا ممكن اجيب البرواز جاهز من ملف موجود قبل كده، بعلم على البرواز واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت ايه بيست. اهو ادي البرواز بتاعنا، وابدا اظبط شويه الرسمه ديت مثلا هي اللي ادخلها جوه اهوت، بامر موف وبامر موف ادخل الكتابه بتاعتي جوه اهوت. ايه رايكم؟ ادي اللوحات بتاعتنا بتخلص واحده بعد التانيه. خلي بالكم ان في جدول اسمه جدول الاعمده، بدل من ان انا اقعد اسطره بامر لاين، ممكن حضرتك لو رحت للملف اللي اسمه نوتس هتلاقي هنا جدول اسمه جدول الاعمده، اعلم عليه واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت يا جماعه بيست. ادي الجدول بتاعي. طب افرض ان الجدول بتاعنا ده اصغر من كده، ما فيهوش النماذج دي كلها، ده كان فيه 6 نماذج بس، هعلم على النماذج اللي مش موجوده واعمل لها ديليت. طب اشيل الزيادات دي ازاي؟ قال لك بسيط، بامر تريم اشيل كل الزيادات دي كلها. صح؟ وهروح اعمل له اوفست 1 من 10 للخط ده كده، بلاش 1 من 10، خليها 5 من 100. اوفست 5 من 100 للخط ده كده، وبامر شنفر
ده مع ده، وبأمر شنفر ده مع ده، واروح ماسح الباقي ده كله. يبقى انا عملت تصغير للجدول بتاعنا، يعني الجدول بتاعنا ممكن نصغره وممكن نكبره. ثانيا العمود بتاعنا اللي مكتوب في الجدول 30 في 40، لا هو ده 25، دبل كليك على 30 اخليها 25، احنا ممكن نعدل بمنتهى البساطه. يبقى احنا معنى ذلك ان احنا لما نيجي نجهز اللوحات بتاعتنا مفيش داعي ان احنا نرسم كل حاجه من اول للاخر، ممكن نجيب مشروع قديم وناخد منه كوب وبيست طالما في تشابه ما بين المشروعين. طيب ايه راي حضراتكم لو انا خدت كوبي من الشكل اللي قدامنا ده كده على جنب، وبدات امسح في الدايمنشن دي كده كتابه اهيت، على اساس ان احنا عايزين نعمل لوحه الاساسات. حضرتك هنعمل لير جديده اسمها فوتينج، وليكن اديها اللون اللبني، وهجيب من هنا اللير اللي اسمها فوتينج، وبامر ريكتانجلر وليكن ابعاد القاعده بتاعتنا طلعت من الديزاين 2 متر ونص في 2 متر، بامر اوفست اديله مسافه الاوفست وليكن 30 سنتي من جميع الاتجاهات اللي هي الرفرفه بتاعت الخرسانه العاديه. المفروض لما اجي احط القاعده تحت العمود براعي شرط معين ان مركز القاعده هو نفسه مركز العمود. ودي بتتم ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، باجي بامر لاين اوصل قطر القاعده، واجي بامر لاين اوصل قطر العمود، وبامر موف اخد القاعده وامسكها من المنتصف القطر واحطها عند منتصف قطر العمود، واروح ماسح القاعده القطر بتاع القاعده والقطر بتاع العمود، واروح جاي على القاعده. بص كده حاطط عليها دبل كليك كده، واروح كاتب قاف واحد، دي معناها نموذج القاعده قاف واحد، وبامر كوبي اعلم على القاعده دي كده وامسكها من الحرف ده واحطها هنا. خلي بالكم ان في شرط تاني غير ان مركز العمود هو نفس مركز القاعده. الشرط دوت ان لازم اللي البعد الطويل في القاعده يوازي البعد الطويل في العمود، عشان كده اللي انا بعمله ده للاعمده الافقيه فقط، اللي البعد الطويل في القاعده يوازي البعد الطويل في العمود. اما بالنسبه للاعمده الراسيه فهنعمل روتيت للاعمده بتاعتنا بزاويه 90، وبامر لاين هوصل القطر، بامر لاين هوصل القطر، بامر موف امسك القاعده من المنتصف هنا للمنتصف هنا، واروح ماسح الخط ده، واروح ماسح الخط ده، بامر كوبي هعلم على القاعده بالنموذج بتاعها وامسكه من الحرف ده عشان احطه هنا وهنا 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 اهو. طبعا المفروض الابعاد كلها ما تبقاش نفس الابعاد، ابعاد مختلفه، بنرسم كل قاعده لوحدها ونكتب على كل واحده النموذج بتاعها قاف واحد قاف اتنين قاف تلاته وهكذا. تمام. طيب بيبقى في حاجه اسمها سميل، بروح جاي موصل من القاعده دي للقاعده دي اهو. السميل ده يا جماعه ممكن يبقى سميل وممكن يبقى ميله. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ هقول لحضرتك دلوقتي. الاول بس بعمله بامر لاين واروح اعمل له اوفست 25 من 100، ممكن ارسمه بمالت لاين عادي، ممكن ارسمه بلاين واروح اللاين ده اعمل له ايه يا جماعه؟ اوفست. بس في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، الا وهي لو انا عندي يا جماعه دي القاعده العاديه ودي القاعده المسلحه وده العمود بتاعنا، فالسميل بيركب فوق القاعده كده، يعني انا لما اجي ابص بلان من فوق اشوف السميل وما اشوفش القاعده. اما الميدة بتبقى ماشيه مع منسوب القاعده بالظبط، صح؟ فلما اجي ابص من فوق هلاقي الميدة والقاعده ساحوا في بعض، وده هيترتب على ذلك لما اجي اعمل هنا ترمات للحته دي، نلغي كده اللاير بتاعه الاكسس. بيقول لحضرتك لو انا عملت ترم ومسحت القاعده وخليت السميل هو اللي يبان ويوصل للعمود، يبقى الكاميرا اللي انا برسمها دي سميل. انما لو مسحت القاعده ومسحت امتداد الكاميرا لغايه العمود، يبقى اللي انا برسمه ده اسمها ميده، لانها في نفس منسوب مين؟ القاعده. المنظر ده هو اللي يبقى موجود، او المنظر ده منظر سميل، انما ده منظر ايه يا جماعه؟ ميده. طبعا الكلام ده هيتم
مع كل الكمرات، هنربط كل الاواعي دي كلها مع بعضها بكمرات عشان تتربط لمنع حدوث الهبوط المتفاوت علشان يطلع لنا منظر السيميلات ومنظر الملف. طبعا كالعاده هنروح للملف اللي اسمه نوتس، وناخد هنا الجدول بتاع الميدا والجدول بتاع القواعد. بدل ما نعمل جداول جديده هقول له ايديت، خلي بالكم الجداول دي معموله بامر لاين كوبي، واروح للملف بتاعه اقول له ايديت يا جماعه بيست، يروح جاب لنا الجداول بتاعتنا. هجيب الملاحظات نفس الكلام، ملاحظات الخاصه بالاساسات ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت يا جماعه بيست، واروح جايب الجدول بتاعنا اللي هو ده واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي واقول له ايديت ايه بيست. في اي مشاكل؟ خلي بالكو ان انا بسمي بقى، ممكن اغير اسم اللوحه بدل المحاور والاعمده هخليها لوحه الايه الاساسات. تمام كده اهو، ممكن اعدل في اسم المشروع طبعا، واعدل في اسم المكتب وهكذا. ادي اللوحات بتاعتنا بنعملها في لحظه بدل ما نقعد نرسم كل واحده من الاول للاخر. يبقى الفكره كلها يا باشمهندسين ان انا برسم البلان الانشائي بتاعي وبحط الاعمده بالنسبه للكمرات، بشيل الكمرات اكتشف ان الاعمده ظهرت بالنسبه للمحاور، واجي تحت الاعمده واحط القواعد بتاعتي واحط شبكه السملات يا اما بالمنظر ده او احط شبكه الميد انها تبقى بالمنظر ده. وعرفنا ازاي ناخد كوبي من ملف لملف بدل من ان احنا نعيد ونزيد في الكلام اللي احنا عمالين نقول. ده المنظر اللي ظهر قدامنا، دي لوحه المحاور والعمدان، ودي لوحه الاساسات. طبعا المرسوم قدامنا دي سملات لانها هي اللي ممتده لغايه العمود، ودي المنشا اللي احنا كنا عايزين نرسمه بالتسليح بتاعه كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.